أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة، معنا اليوم صاحبة صالون ريم الورقاء للسيدات مدام مريم. أهلا مدام. الله يحييك ويسلمك إن شاء بداية الله. بداية مبارك عليك الشهر الكريم، ونشكرك لتواجدك معنا اليوم. علينا وعليكم، إن شاء الله يكون إن شاء الله شهر الخير والبركة علينا، وإن شاء الله للغفران يا رب العالمين. إن شاء الله يا رب. مدام مريم، ممكن تحكينا المزيد عن بداياتك وعن خبرتك الطويلة في هالمجال، وكيف كانت بداياتك وفكرة تأسيس الصالون؟ أنا موظفة حكومية وأم لسبع عيال وصاحبة أحب الجمال والأمور هاي، وبديت الفكرة أني أنا كنت أسوي لخواتي لصديقاتي، ومن هني فكرت أني أفتح لي غرفة أو مكان أني أنا أشتغل فيها. طبعاً ما كان عندي إمكانية أني أنا أفتح صالون أو شيء من هالقبيل. الله يجزي الخير شيوخنا ما قصروا وسووا لنا مؤسسة حق بن راشد أن يدعمون المواطنين بحيث أن يمارسون هواياتهم من مكان مقرهم أو بيتهم. ومن هنية الفكرة أني أنا قدمت لرخصة الانطلاق وبديت بمشروع حنة فقط في 2013. جميل جدا. طيب مدام، من خلال الصالون الجميل الرائع اللي عندك، ممكن تحكي لنا شو الخدمات اللي بتقدموها؟ كل شيء توقع في من أعلى صوالين بتحصله، سواء كان خدمات للشعر، علاجات، حنة، حمام مغربي، فيشل، صبغات، كل شيء اللي فينا نحكي عنه. كل ما يخص الامرأة من وجمالها. جميل جدا. في ظل هالخدمات الكثيرة اللي ذكرتيها، كيف تميزتي وكيف تميز صالونك؟ صالوني تميز أول شيء مصداقية، والسعر جدا 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 رخيص بالنسبة للصوالين، لأن أنا ما فتحت كربح أو كتجارة، فتحت كهواية. وأنا مريت كوني أنا أم عندي بنات، كنت أعاني من مسؤولية الصوالين وهاي، فأنا حطيت السعر وايد بسيط. إضافة على ذلك ما عندي أن لازم أو الزبونة تدفع نفس الوقت، عادي تسوي خدماتها وتروح شهر شهرين ثلاث متى ما صار عندها تدفع. جميل جدا، خدمة رائعة والله، ما شاء الله عليكي. يعني في هالخدمات الرائعة هي انت ما خليتي شيء، شو مخبي المستقبل؟ ان شاء الله ان شاء الله بعد التقاعد باذن الله احاول اني انا اكبر الصالون، يكون فيها جيم، يكون فيها اجهزة متطورة اكثر، هذا حسب الإمكانية بإذن الله إذا الله قدر. إن شاء الله أتمنى لك المزيد من النجاح والتوفيق يا رب. مدام مريم، من خلال تواجدك في إمارة دبي ومن خلال خبرتك الطويلة كموظف وكرائدة أعمال، شو نصيحتك لنساء الإماراتيات والشباب الإماراتي اللي حاب يأسس عمل؟ أنا أحس أن الإنسان لازم يكون عنده شيء إضافي، يعني أكثر على عمله، لأن عمل أنت توزعه على مصروفك اليومي أو الشهري، تي أنت أمور ثانية تبغى تسويها لنفسك من ناحية رفاهية، من ناحية أنك تطور نفسك، وخاصة إذا كان عنده هواية، من ناحية السيارات، من ناحية التجميل، من ناحية يسوي ويبتدي خطوة خطوة، والله بيوفقه وشيوخنا ما مقصرين ويدعمون أنه حتى من ناحية القروض، من ناحية المكان، من ناحية الرخص، من ناحية التركات ما تركات، ويعني حتى الناس اللي الحين فتحوا صالونات المتنقلة مجرد رخصة وأنت توصل أي مكان وتشتغل، ما يبال شيء. أخيرا بدنا نخبر جميع السيدات في الإمارات كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون. حياهم الله، أرقامي موجودة عندكم، وأي وقت أي وقت نحن موجودين من ساعة 10 لين ساعة 10، موظفات ما شاء الله عليهم كلهم على أخلاق، والحمد لله الحمد لله سمعتنا طيبة في هالتقريبا 15-16 سنة، الحمد لله سمعتنا طيبة ما شاء الله. أتمنى لك المزيد النجاح والتوفيق، ونشكرك على حضورك الجميل ما قصرتوا، وهذا الشيء ما شاء الله عليكم تبرزون الناس وتراونهم أن ناس تجهد وتشتغل وتتعب، مش فقط صورة أني أنا حطيت المكان، هذا نحن جهود نحن نشتغل عليها ونتعب عليها، من ناحية الموظفات، من ناحية خدمات، من ناحية الرسوم، نظافة، والأمور هاي كلها مش شيء بسيط يعني.
شكرا جزيلا. وإلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.